كل ما تريد أن تعرفه عن الطاعون الدبلي بعد ظهوره من جديد. قد تعتقد أن الطاعون الذي كان يطلق عليه ذات يوم الموت الأسود قد انقرض واختفى قديماً، ولكن المرض الذي اجتاح العالم منذ مئات السنين لا يزال موجوداً ويمثل خطراً على الصحة. يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه المسؤولون الصينيون إنذاراً بعد اكتشاف حالة يشتبه أنها طاعون دبلي في مدينة بايانور، ونستعرض في هذا التقرير كل ما يخص الطاعون الدبلي. ما هو الطاعون؟ يسبب الطاعون بكتيريا تسمى بيرسينيا بيستيس، وينتشر عادة عن طريق البراغيث، وتلتقط هذه الحشرات الجراثيم عندما تعض الحيوانات المصابة مثل الفئران والسناجب، ثم ينقلونه إلى الحيوان أو الشخص التالي الذي يعضونه. ويمكن أيضاً أن تأتي إصابة الطاعون مباشرة من الحيوانات المصابة أو الأشخاص المصابين. وهناك نوعان رئيسيان من الطاعون، الدبلي والرئوي. ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، يعد الطاعون الدبلي الشكل الأكثر شيوعاً، ويتميز بتورم مؤلم في العقد الليمفاوية، وهو مرض نادر الآن. منذ 2010 وحتى 2015 تم الإبلاغ عن 3248 حالة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 584 حالة وفاة، وهي الآن متوطنة في الغالب في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وبيرو. أعراض الطاعون الدبلي. بعد إصابة الناس بالطاعون تبدأ الأعراض بعد 1 إلى 6 أيام، وتبدأ الأعراض بالشعور بالغثيان والضعف، وقد تعاني من الحمى والرعشة والصداع. والطاعون الدبلي هو أكثر الأنواع شيوعاً، ويتسبب في تسمم الغدد الليمفاوية، وهي غدد ليمفاوية متورمة جداً ومؤلمة تحت الذراعين أو الرقبة أو في الفخذ. بدون علاج يمكن أن تنتشر البكتيريا إلى أجزاء أخرى من الجسم، وقد تسبب نزيف تحت الجلد أو من الفم والأنف، سواد الجلد خاصة على الأنف والأصابع وأصابع القدم، ألم في البطن والإسهال والقيء والصدمة. من يصاب بالطاعون؟ بالنسبة لمعظم الناس فإن فرص الطاعون منخفضة، ولكن من المرجح أن تحدث إذا زرت أو تعيش في منطقة مصابة بالطاعون في الحالات التالية: لمست حيواناً حياً أو ميتاً قد يكون مصاباً، مثل الفئران أو السنجاب أو الأرانب. العمل مع الحيوانات بانتظام، قضاء الكثير من الوقت في الهواء الطلق، في العمل أو المشي أو التخييم أو الصيد، قضاء بعض الوقت مع شخص مصاب بالطاعون. علاج الطاعون الدبلي. إذا كنت في منطقة مصابة بالطاعون ولديك أعراض، فاستشر الطبيب فوراً، حيث يمكن للساعات أن تحدث فرقاً في حياتك. ويمكن للطبيب إجراء اختبارات الدم أو اللعاب أو السوائل من الغدد الليمفاوية للتحقق من جراثيم الطاعون. إذا كنت بالقرب من شخص مصاب بالطاعون، فقد يبدأ طبيبك في العلاج حتى لو لم يكن لديك أعراض. وإذا كان يجب أن تكون بالقرب من هذا الشخص، فارتدي أقنعة جراحية يمكن التخلص منها حتى لا تتنفس في بكتيريا الطاعون. إذا كنت مصاباً فسيتم إدخالك المستشفى، وستحصل على مجموعة من المضادات الحيوية. العلاج يعمل بشكل جيد مع المضادات الحيوية، يتحسن معظم الناس في غضون أسبوع أو أسبوعين، ولكن بدون علاج يموت معظم المصابين بالطاعون. الوقاية من الطاعون.
إذا كنت تسافر إلى إفريقيا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية، فتحقق من إشعارات المسافر حول تفشي الطاعون على موقع مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC. تجنب المناطق المصابة بالطاعون إن أمكنك، وابتعد عن الحيوانات المريضة أو الميتة أثناء وجودك هناك. إذا كنت تعيش في منطقة ظهرت فيها حالة الطاعون، املأ الثقوب والفجوات في منزلك لمنع الفئران والجرذان والسناجب من الدخول. نظف حديقتك وتخلص من أكوام الأوراق والخشب والصخور حيث قد تصنع الحيوانات منازلها. استخدم طارد الحشرات لمنع لدغات البراغيث عند المشي أو التخييم. قم بارتداء القفازات إذا كان عليك لمس الحيوانات البرية سواء كانت حية أو ميتة. استخدم بخاخات التحكم بالبراغيث أو العلاجات الأخرى على حيواناتك الأليفة. لا تدع الحيوانات الأليفة في الهواء الطلق مثل القطط والكلاب تنام في سريرك.